أهلا بكم من جديد. نظم معهد الدوحة للدراسات العليا والمنتدى التربوي بالتعاون مع مؤسسة قطر يوما دراسيا للغة العربية في العاصمة الدوحة، حيث أقيمت ورش تفاعلية قدمها عدد من معلمين اللغة العربية حول التراث والهوية بهدف المشاركة وتبادل الخبرات للوصول إلى أساليب وطرق تعليمية متطورة لاستخدامها في تعليم اللغة العربية. لنتابع المزيد. اللغة هوية الشعوب الناطقة بها، وتقاس قوة الأمم بانتشار لغتها وعدد متقنيها، وانطلاقا من أهمية اللغة العربية ونظرا لما تواجهه من خطر بعد عزوف كثير من العرب عن استخدامها، يقول المنظمون هنا في معهد الدوحة للدراسات العليا بأنهم أقاموا هذه الفعالية بعنوان يوم دراسي لتعليم اللغة العربية. اللغة العربية نظرا لأهميتها أصبحت معتمدة في منظمة الأمم المتحدة، وهي اللغة لغة رسمية من اللغات المعتمدة في اليونسكو، وبالتالي لغتنا العربية تمثل ثقافتنا، تمثل تاريخنا، تمثل حضارتنا، وتمثل أيضا ما وصلنا إليه في الوقت الحاضر من تقدم، حيث نستطيع بهذه اللغة أن نتواصل مع الأمم الأخرى، مع الشعوب الأخرى، ونقدم لهم ما لدينا من إبداعات وإنجازات. محاضرات وورش عمل من نخبة من المبتكرين والمختصين في تعليم اللغة العربية هدفها التعريف بالأساليب الفاعلة والطرق التعليمية المتطورة المستخدمة في تعليم اللغة العربية، ما يساعد على تطوير المهارات اللغوية وتحسين الأداء الدراسي. نحكي عن مجموعة استراتيجيات وأساليب مثل استخدام القصة في تعليم اللغة العربية، استخدام الفنون، استخدام الدراما، تعليم الكتابة بطريقة إبداعية، استخدام المسرح، مسارح الدمى، اللعب، تكنولوجيا. سعي المؤسسات التعليمية وحدها لتطوير مهارات اللغة العربية بين الطلبة لا يكفي وفق المشاركين في اليوم الدراسي، ويرون أن على أفراد الأسرة والمجتمع ككل التعاون بينهم لإعادة الاهتمام بلغة الضاد باعتبارها أساس الدين والهوية والانتماء والحضارة العربية. أساليب وطرق تعليمية متطورة في تعليم اللغة العربية، هذه اللغة التي تشكو الإهمال رغم أنها تحتل المركز الرابع بين أكثر اللغات انتشارا ويتحدث بها نحو 66 دولة في العالم. البحثون العربي، الدوحة. في استوديو شبابيك نرحب معنا بالشاعر وسيب الكردي، وهو متخصص في مجال منهجيات التدريس عبر الفنون. أهلا وسهلا بك معنا وشكرا لحضورك. مساء الخير. مساء النور. حضرتك كنت من بين المشاركين في هذا اليوم الذي خصص للغة العربية، أخبرنا عن أهمية يعني فعالية من هذا النوع. نظمت هذه الفعالية بعد دراسة يعني متأنية فيما يتعلق بموضوع تدريس اللغة العربية، لأنها تواجه كثير من الإشكاليات في ليس يعني في العالم العربي بشكل عام. شاركت عدة مؤسسات في تنظيم هذا اليوم، معهد التطوير التربوي، ترشيد، وأيضا المنتدى التربوي. وكانت الأهمية في اعتقادي التي تخص هذا اليوم مرتبطة بأن هناك اقتراحات حقيقية عملية في تدريس اللغة العربية للأطفال والتلاميذ في المدارس، وهذا في اعتقادي يعني الذي ميز هذا اليوم عن اللقاءات كثيرة تحدث في العالم العربي حول تدريس اللغة العربية، ولكنها في الغالب تقتصر على دراسات وأبحاث نظرية ولا تقدم اقتراحات حقيقية من الناحية العملية. اليوم الدراسي كان مزيج ما بين أشخاص الذين لديهم خبرة وتجربة نوعية في تدريس اللغة العربية، وأيضا شارك معلمون ومعلمات في تقديم مساهمات وتجارب تطبيقية بنيت على تجارب واقعية في المدارس. بالفعل يعني استنادا إلى الخبرات في المدارس العربية، أخبرنا عن خلفية هؤلاء المدرسين الذين شاركوا وأبرز مخرجات المحاضرات والورش العديدة التي يعني عقدت خلال هذا اليوم. قدمت المشاركات من عدد من المتخصصين في حقل تعليم اللغة، سواء بخلفية تعليم اللغة عبر الفنون، عبر القصص، عبر الوسائط أيضا الرقمية، وأيضا أتوا من مناطق مختلفة من العالم العربي، من تونس، من لبنان، من الأردن، من فلسطين،
وقدموا تجارب نوعية، وأيضا قدمت على شكل ورشات عمل تطبيقية مع مجموعات مختلفة ومتعددة من المعلمين والمعلمات. وكما أشرت في البداية أن جزءا من هذه الورشات أيضا تم تقديمه على شكل ورشات عملية وتفاعلية مع المعلمين أيضا. فعلى امتداد اليوم من أوله إلى آخره كانت التجربة هي عبارة عن تجارب واقتراحات عملية في تدريس اللغة، باعتبار اللغة العربية ليست موضوعا فقط قائما بذاته، بل باعتبار اللغة عابرة للمجالات والحقول المعرفية المختلفة. لأننا في كثير من الأحيان نسقط في التعامل مع اللغة باعتبارها قواعد ونحو وصرف، وننسى بأن اللغة هي على علاقة وثيقة بالتفكير، بالخيال، بالمعرفة وبالتواصل بين الناس، وبأن اللغة أصلا هي هوية ورؤية للعالم. ولذلك من هذا الموقع هذه يعني أتت هذه المحاولة لإعادة فتح الأسئلة من باب التجارب التطبيقية. وبالتالي سنؤسس لاحقا، أعتقد أنه ينبغي التأسيس لاحقا لهذا اليوم ليكون مثمرا وذا معنى في المستقبل. سيد وسيم، تحدثت عن أساليب تعليمية جديدة وعن خبرات يعني تم عرضها وتمت الاستفادة منها. أعطينا فكرة لو سمحت عن هذه الأساليب الجديدة، إلى أي مدى يمكن أن تعمم أو أن تعتمد في المدارس العربية التي تعاني ربما من مناهج في التعليم الكلاسيكية نوعا ما؟ يعني أولا في هناك عديد من التجارب التي قدمت. أنا من موقعي قدمت تجربة عملية في توظيف الفنون، وتحديدا في توظيف الدراما في التعبير اللغوي ومسألة التلفظ وعلاقة ذلك بالتفكير والمخيلة، وفي كيف يمكن لنا أن ننتج تعبيرا مبني على الفعل والمرئي البصري وأيضا اللغوي الرمزي. هناك تجارب أخرى قدمت القصة في هذا السياق، تجارب أخرى قدمت التفاعل مع الرقميات في هذا الإطار، وطرحت أسئلة كثيرة متعددة. الآن كي يصل هذا الموضوع إلى المدارس وإلى معلمين، شارك في اللقاء 300 معلم ومعلمة من كل قطر، وبالتالي في اعتقادي ينبغي أن تتحول هذه التجارب إلى مواد بأشكال مختلفة يمكن محاورتها مع قطاعات أوسع وأوسع على امتداد العالم العربي. بالتالي يعني من وجهة نظرك وخبرتك، ما الذي يحتاج إليه الطالب العربي، خاصة أنه في العديد من المجتمعات العربية تحولت اللغة العربية إلى لغة ثانية وهي اللغة الأم، يعني تمت الاستعادة عنها باللغات الأجنبية للأسف. إذا لم نعد نتعامل مع اللغة باعتبارها موضوعا قواعديا نحويا، وعدنا مرة أخرى للتعامل مع اللغة باعتبارها كائن حي يتحول ويتطور ونعبر عن أنفسنا، وفي هناك مساحة كبيرة للخيال والحرية في التعبير وتطوير أساليب ووسائل وأدوات ومواد تمكن الأطفال من أن يكونوا أحرار في التعبير عن أنفسهم وعن تجاربهم ورؤيتهم للعالم، فهذا الذي يمكن أن يتيح لنا إمكانية أن نعيد مرة أخرى للعربية مكانتها، ليس من قبيل النوستالجيا أو الحنين للماضي أو باعتبارها أنا يعني أقدر وأعترف بأن للغة أهمية تاريخية ودينية واجتماعية وثقافية، ولكن يمكن للغة من خلال علاقتها بالتفكير، علاقتها بالخيال، وعلاقتها بالحرية في التعبير أن تتيحها مجالا لإعادة ليس فقط الاعتبار لهذه اللغة، ولكن اللغة يمكن لها أيضا أن تقدم لنا مستويات نوعية في الحوار الاجتماعي وفي الحوار الثقافي. وبالتالي ينبغي أن لا يقتصر الأمر على اللغويين وعلى المعلمين الذين يعلمون العربية، ينبغي أن نعود مرة أخرى ونرى اللغة والكلام تحديدا من كل مجالاته في الحياة. وبالتالي ينبغي علينا أن نحمل المجتمع إلى التعليم وأن نحمل التعليم إلى المجتمع. وواحدة من القضايا الأساسية التي ظهرت في اليوم الدراسي أننا عندما تعاملنا مع موضوع اللغة لم نتعامل معها كموضوع مستقل بذاته، تعاملنا أيضا مع المدرسة وكيف نرى المدرسة وكيف نرى الحيز أصلا الفضاء التعليمي أيضا، لأن كل هذه متعلقة ببعضها البعض ومرتبطة ببعضها البعض. شكرا جزيلا لك السيد وسيم الكردي، الشاعر والمتخصص في مجالات أو في مجال منهجيات التدريس عبر الفنون. شكرا لك.